ريبيت. السلام عليكم يا شباب. النهارده بقى الفيديو دوت هنتكلم على بعض الكلمات، وديت الدرس الخامس. اورك بيات، اورك اللي هو كلمة درس لسان، وبيات رقم خمسة. اورك بيات. فأنا في زي في اللغة الإنجليزية كده يا شباب، برضو في بعض الكلمات لها مقطع أخير، وهو المقطع بقى إيه؟ قاع، الساوند قاع. فهنا عندي بقى كلمة هنا، كلمة دق بالإنجليش تعني إيه بقى بالإقراني بقى؟ كاتش قاع، هننطق على تو سيلابوف، كاتش قاع. وقلنا الحرف ده تي اتش، ده الساوند بتاعه، ده الساوند بتاعه تش، يبقى كاتش كا، كاتش كا. يبقى ننطق على ايه بقى؟ على وان شوت، كاتش كا، كاتش كا، كاتش كا. الكلمة اللي معانا بعد كده برضو وهي كلمة شيكن. شيكن هنا برضو لها الساون بتاع المقطع الأخير قاع. هنا بقى هننطقها بقى كور قاع، كور قاع، كور قاع. طبعا احنا قلنا برضو في الحلقات اللي قبل كده ان الحرف ده مش يو، يعني ايه بقى؟ الحرف ده مش واي ويو، يبقى ده علامة الساوند يو، كو. وطبعا ده قلنا بقى الساوند مين؟ ده الساوند اللي هو الرو، مش البي بقى في الانجليزي، الرو. يبقى كور قاع، كور قاع. وهنيجي بقى نعمل هنا ايه بقى؟ نعملها على اتنين ساون، تو سيلابو. تعالوا نجيب لون تاني. طب هنا بقى كور قاع، كور قاع، كور قاع. معانا الكلمة بقى التالتة والأخيرة على برضو ايه؟ نفس الساوند قاع، اللي هو بقى عندنا ايه؟ كلمة بين. طبعا ده هيبقى ايه بقى؟ ننطق كده بقى روتش قاع، روتش قاع. ده برضو حرف الرو، وده حرف اليو، يبقى ده الرو وده اليو. وطبعا قلنا ده السود مين؟ تشا، يبقى روتش قاع، روتشيكا، روتشيكا، روتشيكا. طيب احنا قلنا برضو في الحلقة اللي قبل كده او الحلقة السابقة، قلنا برضو عندهم زي في الاعداد التعريف المؤنث والمذكر. فهنا مع ان كلمة هنا طبعا بين نوت في اللغة العربية هي مذكر، لكن بقى في الاوكراني بيعتبروها ايه؟ مؤنث. فلو انت بقى عاوز تقول بقى ايه؟ ماي بن، هنقول بقى مويا، مويا روتشكا، مويا روتشكا. يبقى دي مويا روتشكا، مويا روتشكا. فهي دي مؤنث مويا. ليه؟ عشان روتش قاع هي اصلا بيعتبروها هنا بقى شباب مؤنث. يبقى دي بقى دي في الاوكراني يو كي ار، هنا ايه بقى؟ مؤنث مويا. يبقى مويا روتش قاع، مويا روتش قاع. تعالوا بقى ايه نقولهم بقى مع بعض تاني.
أول حاجة معانا كاتش كا كاتش كا كاتش كا كاتش كا. الكلمة التانية غوتش كا غوتش كا سوري كوكا 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 كوكا. يبقى كاتشيكا كوكا. الأخيرة بقى وهي كلمة بن معانا غوتشيكا غوتشيكا. يبقى نقولهم تاني بقى كاتشيكا كوكا غوتشيكا. وهتلاقي هنا معظمها برضه الكلمات اللي انت شباب هتلاقوها الحرف الكي والاي، وده برضه حرف برضه الرو. فهتلاقي عندك ثلاث كلمات همت الرو والكي والا مشتركين في الثلاث كلمات دول. لكن احنا كنا بنركز على ايه بقى؟ على الساوند قا. الساوند بين يا شباب قا. زي برضه في الاي في كل لغات العالم بيبقى فيه طبعا مقطع اخير مشترك في ايه في ايه في بعض الكلمات. ما تنسوش بقى ان برضه زي ما قلنا بقى ان في اعداد التعريف في اللغه القرنيه برضه عندهم مؤنث ومذكر. تمام يا شباب. وكده يا شباب بقى يكون ايه وصلنا لنهايه الحلقه. واتمنى بقى اذا كان الفيديو عجبك بقى ما تنساش الاشتراك في القناة لو انت بقى اول مرة تشاهد القناة، وشير لكل اصدقائك حتى تعم الاستفادة. ودمتم يا شباب في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.